ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البطين. يحدثني السمار ممن أحبهم أحاديث مثل الشهد أو كالقلائد، أحاديث عمن ألهب الشعر حسهم فصاغوا بذاك الشعر أحلى الفرائد. تعلم منهم كيف يصقل ذوقهم أناس ذو حس غني المصائد. أشادوا حضارات تغنى بها الورى بأجمل ألحان غداة الشدائد، لتملأ ذكراهم سماء وجودنا إلى آخر الدنيا بأغلى الفوائد. وتذكرهم أجيال تترى وراءهم بحب وتقدير بتلك المواعد. سيذكرني قومي إذا الشعر أجدبت مرابع فيه من جميل القصائد، ويذكر أهل الشعر يوما بأنني عملت بما أستطيع من جهد رائدي، أعيد لبيت الشعر أعلى عموده وأبنيه بالساح الرحيب كذائدي، ليرجع حس مرهف لهواته يحرك وجدانا بنفس المزايد، ونحكي أحاديثا جميلا رواؤها أحاديث مثل الشهد أو كالقلائد. ديوان مسافر في القفار للشاعر عبد العزيز سعود البطين.